بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده بنور كتابه، والصلاة والسلام على خير رسله وأنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله وتأدب بآدابه. معالي وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، معالي الدكتور محمد عبد الرحمن وكيل الأزهر ممثلاً للإمام الأكبر شيخ الأزهر، فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، الحضور الكريم من العلماء الأجلاء الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية كلمتي هذه أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر، ولدولة رئيس الوزراء، ولمعالي الدكتور أسامة الأزهري على تنظيم هذا المؤتمر. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: وعاشروهن بالمعروف. ويقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. الإخوة المؤتمرون، لقد حفظ الإسلام للمرأة مكانتها وأنزلها منزلتها اللائقة بها، وصان كرامتها التي دنست وانتقصت في ظل الحضارات الغابرة من خلال النظر إليها نظرة تحط من منزلتها ومعاملتها معاملة لا تليق بإنسانيتها وكرامتها. فلما جاء الإسلام رفع من قدرها وأعلى من شأنها، وضمن وكفل لها حقوقها الإنسانية والمدنية والمعاملات والتصرفات المالية والتجارية، عرفاناً بدورها الكبير. وكان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً. ولقد اهتم الإسلام بتعليم المرأة، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً للنساء لتعليم أمور الدين، حتى تطلع المرأة بدورها في بناء الوعي الديني والثقافي وتنشئة الأبناء. وكان صلى الله عليه وسلم يشجع النساء على تحصيل العلم الشرعي بقوله: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من تعلم أمور دينهن. إن دور ورسالة المرأة في بناء الوعي الديني قد استمدته من هذه المكانة والمنزلة التي منحها إياها الإسلام، وأيضاً من منطلق مسؤوليتها وواجبها الديني مثلها في ذلك مثل الرجل في تبليغ الدعوة إلى الناس، انطلاقاً من التوجيه النبوي: بلغوا عني ولو آية. ولقد وعت المرأة في صدر الإسلام وفي القرون التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وعد دورها في بناء الوعي الديني والثقافي، فساهمت بنصيب وافر وجهد مقدر في نشر العلم الشرعي والوعي الديني والثقافي، والشواهد في ذلك أكثر من أن تحصى أو تستقصى. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما قامت به أم المؤمنين السيدة عائشة، السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، بإيمانها العميق وقلبها الكبير ومالها الوفير وفكرها الثاقب
وعقلها المستنير كانت سنداً وعضداً لسيد الخلق البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه، فكانت كلماتها الصادقة والعطوفة بلسماً شافياً لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وسكينة لنفسي بعدما نزل عليه الوحي وخشي على نفسي، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو الدهر. حتى جاء تكريمها رضي الله عنها من السماء، نزل أمين الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. وقد كانت المرأة سباقة في كثير من المواقف، وضربت أروع الأمثلة في الفداء والثبات والتضحية، فكان أول شهيد في الإسلام امرأة هي سمية بنت خياط رضي الله عنها، وضربت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أروع الأمثلة في التضحية في سبيل الله من خلال هجرتها، حيث فرق المشركون بينها وبين زوجها وولدها سلمة سنة كاملة. كما شاركت المرأة في الحروب والغزوات مدافعة ومنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تداوي الجرحى وتعالج المرضى وتسقي الجنود. إن جهود المرأة العلمية ودورها في بناء الوعي الديني يقف على الجهود العلمية، نقف على بعض هذه الجهود العلمية العظيمة التي بذلتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد كانت من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث النبوي، كما كانت لها مدرسة علمية، مدرسة فقهية، وقد ساهمت المرأة بصفتها راعية في بيت زوجها وشريكة للرجل وشقيقة له في تنشئة الأبناء وتربية الأبطال بغرس قيم التضحية والصبر والثبات في نفوس الأبناء. وقد حفلت كتب التاريخ بصور مشرقة من قصص الفداء كثمار يانعة وقطوف دانية لغرس المرأة المسلمة من القيم النبيلة والأخلاق السامية الكريمة. وفي ختام كلمة هذه، وانطلاقا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: استوصوا بالنساء خيرا، فإني أوصي بضرورة الاهتمام بالمرأة وفتح مجالات المشاركة أمامها في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية والدينية، وتمكينها وتأهيلها حتى تنهض في بناء الوعي الوطني والديني والمجتمعي والثقافي. والتحية للمرأة السودانية التي شاركت الرجل في مناحي الحياة المختلفة حرباً وسلماً. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.